الله يسعد صباحكم حبايب القلب. نحن هلأ بالطريق رايحين على مدينة لايبزيغ على أكبر معرض للحيوانات أو للحمام تحديدا، هو للحمام والدواجن، لكن للأسف هالمرة لغوا الدواجن كلياتها، البط والوز والدجاج لغوها، ومثل ما كنتم شايفين الوضع يعني الوضع شوي مأساوي، طريقنا كلياته شوفوا التلج، درجة الحرارة هلأ حوالي ناقص واحد بتوقع أو أكتر. قبل ما نبلش بالمقطع بعد إذنكم حطونا لايك واشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين، وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. كان معكم أخوكم أبو أحمد، ومتابعة ممتعة. وهلأ صارت الساعة حوالي 4:30 الصبح، هلأ وصلنا على مدينة لايبزيغ. الصالة اللي جايين عليها صالة كتير كتير كبيرة وضخمة، لكن كله مسكر بتعرفوا، يعني هلأ الدنيا لسه ما فتحوا، فهن بيفتحوا بتوقع الساعة 7 ولا 8 الصبح، فبدنا نحط راسنا وننام هلأ بقلب السيارة للصبح، بعيننا الله على البردات اللي بدنا ناكله. بسم الله ما شاء الله. وهاي المدخل لإحدى الصالات، طبعا شوفوا التلج، شوفوا هذا منطفينه هون. هلأ بدنا نفوت على الصالات اللي فيها الحيوانات، تفضلوا معنا بهالجولة الحلوة. الله حي الشباب. الله يسعدك. شلونكم؟ الله حي الشباب. تكت معلم السيزن هاي اليوم وبكرة، بتدخل بتطلع بلقى كل شيء تمام يعني. ايه، وشو اسعار التكتات؟ 25 والله يا صديقي. 25 والثانية، هاي الثانية قديش الوحدة؟ هيدي 25، هيدي مني لك مع الكوميسيون بتصير 40 كبير. هاي الكتالوج يا جماعة الخير لبيزيا، تمام؟ بعد 3 سنين طبعا وقفوه، هلا رجعوا فعلوه، لكن للاسف قبل بيومين من الافتتاح لغوا كل الطيور، الدواجن، الدجاج والبط والوز والاشياء كلياتها، وخلوا بس التاوبن اللي هن الحمام. السبب هو انفلونزا الطيور للاسف، تفشت بالمانيا هلا حاليا، والله يستر ما يلغوا كل شيء. هاي القسم تبع الحمام والدجاج، بس للأغلب إنه ما في دجاج للأسف. شوفوا المكان رائع جدا، شوفوا التلج ما شاء الله، تلج طول الليل وهي تتلج، نحن ماشيين لحد الآن ما نمنا. هاي واحدة من إحدى الصالات، شوفوا الحجم والمساحة ما شاء الله. طبعا في شركات بتبيع أقفاص ومحاكر وهالقصص، هاي موجود هون، تفرجوا بسم الله ما شاء الله، شوفوا لي هاللون الحلو، بسم الله ما شاء الله، شيء خارق ما شاء الله. هاي المدينة، الطيور مرتبة مرتبة ما شاء الله، اللهم صل على رسول الله. شوكولاتة ما شاء الله ما شاء الله. هذا اللون الأندلوسيان، أندلوسيان فاربة، مدينة أندلوسيان فاربة. شوف هذا بحبكات حمر، بسم الله ما شاء الله على هالروس وعلى هالحجام. طبعا هن حاطين هدول الصور فوق كل نوع اللون تبعه، يعني مثلا هاد حاطين هون هيك لون، الطيور اللي بتشبه هذا اللون كله هون ما شاء الله. والله بتقولوا دجاجات يا جماعة الخير، والله مثل الدجاجة ما شاء الله، أحجام حلوة ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ايه الجمال ده، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. والله يا شباب الألوان رائعة. هذا الفيديو يا جماعة الخير لازم يوصل أقل شيء للمليون، لأنه عن جد تعبت بهذا الفيديو حبايب قلبي. والله العظيم أني جاي مشوار يعني جدا بعيد، وماشي حوالي 5-6 ساعات بالسيارة جاية، والطقس كان كله تلج وكله برد وكله كذا، وماني نايم طول الليل، كله مشان أنا ورجيكم هالبزر الحلوة. بعد إذنكم حطونا لايك واشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين، وفعلوا زر الجرس لأنه هذا الشيء الوحيد اللي بتدعموني فيه. ما عم لاقي بصراحة، ما عم لاقي مين يدعمني مزبوط بالمحتوى الجميل اللي أنا عم أقدمه. بدي منكم بس توقفوا جنبي، يعني أقل شيء لنوصل 50,000 مشترك. من بعد إذن شواربكم حطونا لايك، خيروا الفيديو بعد إذنكم بين أصحابكم، خلينا بس نوصل لل 50,000. مدينة أندلسي، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هاي اللون الأبيض، بسم الله ما شاء الله. هذا اللون اسمه الخاكيفال سلفور، يعني اللون غريب جدا جدا،
شوف على هاللون، هذا اسم اللون خاكيفال سولفور دومينات روت. هذا اللون اسمه دومينات روت، ما شاء الله دومينات جلب. وعندنا هذا اللون اسمه الروتفال، هذا لون مختلف تماما كمان. سبحان الله جاي هيك بيج على حمار برونز بيندن، هذا اللون اللي كنا نسميه النحاسي البرونز، نحاسي برونز ما شاء الله. وهذا اللون الجميل فيها فاربش اربع الوان، الله الله في اكثر من اربع الوان هذا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هاي لون ثاني، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، مع طبع الراس سبحان اللي خلقه، سبحان اللي خلقه. منقاره مختلف شوي، بيجي منقاره طويل، تفرجوا على الجناح سبحان الله، مثلثات جاي. افتل يا حبيبي افتل، اللهم صل على محمد. هذا نفس ذاك لكن لون احمر سبحان الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شوف والله العظيم طيور روعة ما شاء الله. هاي اللون الاسود ما شاء الله، سروال اسود مع حبكات سود مع طبعة سودة، الاصفر الاحمر اسود جاي قطع ما شاء الله، الازرق. طبعا هون بيبيعوا الرنجات وهالاشياء هاي لكن مسكرين ما بعرف ليش لسه ما فتحوا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله على هاللون يا اخي، والله الوان رائعة وخارقة ما شاء الله. كل الالوان كل الالوان نورنبرغاش فالبن، بسم الله ما شاء الله. بيختلف الحبكات وبيختلف اللون كله سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. شيء احمر شيء ابيض شيء اسود شيء اصفر. الت هولنديشه تيملا لون الازرق، بسم الله ما شاء الله. الت هولنديشه تيملا فايس. طبعا هون عاملين حابوسه لكل الالوان تقريبا، للازرق الاحمر الاخضر يعني ما شاء الله كل الالوان بتلاقوها. شوف ما احلاهم ما شاء الله. هاي حمام التورينجا فلوك تاوبن، تورينجا فلوك تاوبن. طبعا كالعاده في اكثر من لون، في احمر في ازرق في اسود في اصفر. هذا حمام اسمه الموكي، هذا حمام الاليستا هاي لون الاحمر، هذا الحمام اسمه الاورينتاليشا رولا فيليجي هازا، هذا اللون الاسود بسم الله ما شاء الله. كنا نسميهم وطويت نحن بسوريا. اجينا للهزازات ما شاء الله لا قوة الا بالله، الهزازات الهنديات، هزاز هندي. شوفوا ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، الهزاز الهندي ما شاء الله لا قوة الا بالله. شوفوا لي هالمنظر سبحان اللي خلقهم، الهزازات الهنديات. شوفوا الابيض ما شاء الله على هالمستوى، ما شاء الله على هالمستوى. تفرج الهزاز الهندي بسم الله ما شاء الله، فلل كله فلل. لوكن تاوبن هذا اللون الاسود، وهذا اللون الازرق لوكن تاوبن بسم الله ما شاء الله. شوف هذا اللون لوكن تاوبن، الحمام المفتل. ايه ايه فتيل فتيل فتيل، الله يرضى عليك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا هون اللوكن تاوبن بس اللون الازرق، شوفوا سبحان الله العظيم على هاللون. الت دويتشه موفشن الفيجوريتا موفشن، اللون كثير حلو والله. دون فيجوريتا موفشن،
هاي الاصفر اصفر كثير حلو ما شاء الله. لوتسرنا اين فايربش سبحان الله على هالراس شلون. فرانكيشه ترومل تاوبن شوفوا على هالروس. فرانكيشه ترومل تاوبن وايس هاد زود دويتشه هاي اللون الاسود. شلسيشه كروبفا نوع من انواع النفاخات بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. اللون الابيض من الشلسيشه كروبفا. هسيشه كروبفا اندلسيان اللهم صل على رسول الله. وهذا النفاخ الانجليزي القزم وهذا اللون الثاني صغار صغار يعني كثير صغار سبحان الله ناعمين كثير كثير. حمام المدنسة الشيتي ما شاء الله. حمام المدنسة هاي المدنسة الأزرق اللون الأندلسي المدنسة أندلسي بسم الله ما شاء الله. اللون الأندلسي بجنن لون بجنن أندلسي. هذا النوع أول مرة بحياتي بشوفه. الحمام الإسباني شوفوا الراس شلون غريب عجيب سبحان الله العظيم. دويتشي شول تاوبن يا أخي هذا سبحان اللي خلقه على هالراس ما شاء الله. هاي النفاخ لون غريب سبحان الله العظيم لونه يا جماعة الخير لونه فضي فضي فضي. هذا نفاخ كمان فضي أبيض مع بعض هيك سبحان الله العظيم. طبعا هذا فضي بأحمر بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على رسول الله. شلسيشه كروبفا أسود هذا اللون الأزرق. هاي الأحمر شلسيشه كروبفا. هاي النفاخ النرويجي سبحان الله العظيم نفاخ النرويجي سبحان الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله. هذا الحمام اسمه الأمستردامة كروبفا كمان من أنواع النفاخ. شوف شوف ما مبين رأسه سبحان الله ما في رأس بتحسه. طلع طلع من كتر ما مخبي رأسه أمستردامة كروبفا. شوف شوف شلون برجع رأسه لورا بتحسه ما له رأس يا الله. شوف شلون بيخبي رأسه سبحان الله العظيم. أمستردامة كروبفا طبعا دائما فيه هدول القلميات. برونا كروبفا ستارت تاوبن أو ستارت تاوبن ما شاء الله. جماعة الخير مثل لون هالحمام هذا ما شفت بحياتي سبحان الله العظيم. عبيل مع كله لمع عبيل برق جيمبل تاوبن كروبفا جيمبل تاوبن لكن جاي لون مختلف ذهبي فاتح مع لون أزرق سبحان الله. جيمبل تاوبن ما شاء الله يعني ظهره أخضر جاي سبحان الله وصدره وراسه ذهبي. بومن تاوبن آيس تاوبن معروف حمام الآيس سبحان الله العظيم فضي وأسود ستارت تاوبن. الزود دويتشا الألماني الجنوبي. هاد النورنبرغا هاي اللون الأحمر بجنن ما شاء الله. هاي اللون الأسود نورنبرغا. ألت دويتشا مورن كروبفا مورن كروبفا من أنواع النفاخات طبعا. زكسيشا بروستا